رسمياً الكشف عن الشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور. السلام عليكم، مرحباً بكم في قناتنا. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة واضغط على زر الجرس، وهذا ليصلكم كل جديد. وأخيراً، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يتضمن تعديل الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، وهذا من أجل تطبيق الزيادات المقررة في الرواتب بشكل تدريجي لعامين 2023 و2024. وينص المرسوم المؤرخ في 16 جونفي 2023 والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية العدد 3 على تعديل الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين ابتداء من 1 جونفي 2023. وحسب المرسوم الرئاسي، يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتبة 3، المادة المنصوص عليها في القوانين الأساسية والخاصة، كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكتين في نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين. وهنا أترككم مع جدول تفصيلي يوضح الرتبة من 1 أو الصنف من 1 إلى الصنف 17، وهذا حسب الرقم الاستدلالي للدرجات، ولكل من يريد احتساب الأجر الأساسي للموظف حسب رتبته من الصنف 1 إلى الصنف 17، كنت تركت فيديو في القناة سابق، ادخلوا للقناة ستجدون طريقة صحيحة لاحتساب الأجر الأساسي للموظف من الصنف 1 إلى الصنف 17. إذن ألف ألف مبروك لهذه الزيادة لجميع الموظفين.